نتحدث اليوم عن قانون أوم. قانون أوم بشكل عام هو قانون عملي تجريبي من ناحية أن هذا القانون فعليا الاشتقاق تبعه بشكل أساسي مش اشتقاق عن طريق معادلات رياضية، إنما أجوا في المختبر وجابوا مصدر للجهد، مصدر متغير للجهد power supply مع مقاومة متغيرة، وقاموا بقياس التيار الكهربائي المار بهذه المقاومة، وحاولوا يشوفوا العلاقة. يعني كلما عندي مقاومة كلما زدت الجهد شو بتكون العلاقة، شو بيكون التيار الناتج. فتوصلوا لهذه العلاقة، هي علاقة خطية. إذا كان في عندي تيار على المحور الصيني والجهد على المحور الصادي فالعلاقة بينهما علاقة خطية، والميل ثابت وهو قيمة المقاومة R. إذن القانون أوم بيقول إنه العلاقة ما بين الجهد والتيار علاقة طردية، العلاقة بين الجهد حول مقاومة ما والتيار المار فيها علاقة طردية، والثابت بهذه العلاقة هو عبارة عن الآر. اليو هو عبارة عن فرق الجهد حول المقاومة، الآي هو عبارة عن ويقاس طبعا بالفولت، الآي هو عبارة عن التيار، والآر هي قيمة المقاومة. أحيانا من باب إدراك الصور المختلفة لقانون أوم نرسم المثلث هذا، فوق بيكون في عند الجهد وأسفل بيكون في عند الآي في آر. إذا بدأ أوجد اليو الجهد هو حاصل ضرب آي في آر، وإذا بدأ أوجد الآي هي عبارة عن قسمة يو على آر، الآي قسمة اليو على آر، وإذا بدأ أوجد الآر هي قسمة اليو على آي. مثال بسيط كثير. إذا قانون أوم إجمالاً هذه يعني نعتمد من هذا المثال يربط العلاقة ما بين فرق الجهد حول مقاومة محددة والتيار المار فيها. فمثال على هذا الشيء، إذا كان في عندنا الجهد عبارة عن 10 فولت والمقاومة 1 أوم، فإن التيار المار فيها يساوي I تساوي 10 على 1 أوم ويساوي عندي 10 أمبير. هذا هو بشكل عام قانون أوم، وهو قانون أساسي مهم كثير في تحليل الدوائر الكهربائية، سيلازمنا بشكل دائم. وشكرا جزيلا لكم.